تقريبا بيبدا معانا المحصول، البشاير بتاعته بتبدا معانا من نص نوفمبر كده، من نص 11 يبدا يشتغل جودتين، جوده اوروبي وجوده عربي، جوده اعلى شويه تخش اوروبي اورجانيك، ويمشي معانا المحصول كده تصدير فريش معانا تقريبا لحد بدايه شهر مارس، وقبل شهر مارس بحاجات بسيطه يبدا نخش الزراعه تتحول من شكل فريش بشكل مجمد، بقى نبدا نجهزها للتجميد وتبدا تتصدر بشكل مجمد، دلوقتي تبدا تتصدر بشكل فريش عادي يعني زي ما جايه كده من شكل النبات قدام حضرتك، ويبدا يتعاد تعبيته ويبدا يتعبى في كراتين للشركات، يبدا تتصدر بره الدول الاوروبيه او الدول العربيه يعني، ودي الزراعه بشكل مباشر، ويبدا التعبئه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده قدامكم زراعه محصول الفراوله. الاصناف اللي احنا زرعناها موجود صنف سنسيشن، موجود فرتونة، وموجود فيستيفال، وموجود بريليانس، دي الاصناف الموجوده في المزرعه الاربعه، وبنبدا نشتغل منها حاليا. الاصناف المبكره اللي شغاله حاليا سنسيشن وبريليانس وفرتونة، ويجي وراها على طول الفيستيفال يعني في خلال اسبوع كده او حاجه ان شاء الله.